الهجوم على محمد رمضان بسبب الإعلان كوكاكولا. من شوية كوكاكولا نزلت إعلان وبيغني فيه محمد رمضان. كل الناس اتضايقت وهجمته، لأن هو أول واحد اللي طلع هجم الناس اللي هي ما كانتش بتتكلم عن المقاطعة. فالناس هجمته اللي هو ازاي يعني انت تطلع تتكلم او تعمل اعلان عن كوكاكولا وانت اصلا طلعت هجمت كوكاكولا وطلعت هجمت المقاطعة وكل حاجة. فطبعا بعد ما ده حصل راحت شركة كوكاكولا خفت الكومنتات على الفيديو بتاع اعلان محمد رمضان، وطبعا الاعلان تحول الى هجوم شديد وكلام سلبي للاعلان. وبس اتمنى تكتبوا تحت في الكومنت رايكم ايه من الموضوع ده. وبصراحة الانسان ما بيتغيرش، يعني محمد رمضان في بداية الموضوع خالص، بداية القضية كان معاه ده وبيتكلم وكده وكده، وبعد كده دلوقتي بقى بيعمل اعلانات كده. فنتمنى ان احنا يعني نقطع لازم نقطع.